الذي نقول قال الله تعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. اليوم أنا اليوم عندي وقفت قدام زوز خيارات. خيار أني كنت باش نسيب الدوسي بتاع الحظاير خاطر أنا تعبت. صافي 4 عام وحنا نتجراو وما لقيناش نتيجة. اللي رجعني على القرار بتاعي هو إنصاف هذوما الزوز من الناس الله يرحمهم شهداء الحظاير. اللي نعيب برشا على الإعلام اللي ما جبدهمش جملة وما ذكرهمش جملة. الناس هذوما احنا خرجناهم في عرس في صفاقس وخرجنا الجثث نتاعهم كعمال حظاير كمجتمع مدني خرجوا من عنا من صفاقس من سبيطارنا. الناس كل خرجت خرجناهم نهارتها بالبكاء والزغاريد اختلاط ما بين هذا مقدموا رواحهم دمائهم من اجلي ومن اجل ولدي ولدك ولاد الناس الكل. الناس هذوما خدموا ولكن مش بدهم حتى حد. الناس هذوما ظلموا حتى في موتهم ظلموا هما حيين وظلموا هما ميتين. اليوم نحاولوا بالمينيموم باش نعطيهم حقهم حتى او نكونوا احنا ضمائرنا مرتاحه. اليوم الناس هذوما خدموا 4 سنين في المعتمديه، لا عندهم لا سكيورتي سوسيال، لا عندهم حتى شيء يحفظ لهم الكرامه نتاعهم، لا هما حيين ولا لعائلتهم بعد ما ماتوا. يا ناس يا حكومه انا نحب نناشد الحكومه توا، هذوما الناس شنو مصير عائلتهم؟ هذا تشرد، هذا يدوسي راهو، لا علاقه ناخذوا حقوقنا اليوم هما وغدوه نحنا، تاخذين حقوقنا واحنا حيين ولا حتى هما ميتين. اليوم الناس كل تلمدت وهذوما عمال الحظاير جاو باش يساندوا العباد هذوما وباش نحاولوا نلقاو لهم حل. انا كرئيسة منظمة في صفاقس وعلى مستوى وطني زاد مش على مستوى جهوي والناس الكل لازم تقف مع الناس هذوما وتجيب حقهم لوليداتهم. وشكرا.